نبينا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الصائمين إذا خرجوا يوم فطرهم من صلاة عيدهم وفوا أجورهم قبل أن يتيمموا دورهم، فمن وفى وفي له، ومن نقص نقص منه، ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين. والمؤمن وإن عمل من الصالحات ما عمل فهو من عمله في خجل، ومن رده عليه في وجل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، وهم الذين يعملون في طاعة الله على نور من الله، يرجون ثواب الله ويتقون محارم الله على نور من الله، يخافون عقاب الله. فلقبول مثقال حبة من خردل أحب إليهم من الدنيا وما فيها. فالحذر في العمل ألا يكون خالصا، والخوف على العمل ألا يكون متقبلا. فكم بين من حقه القبول والغفران، ومن نصيبه الخيبة والخسران. وكيف لمن أعتقه الله من النار أن يعود إلى رق الأوزار؟ أيدعوك مولاك وأنت تقحم في الهلاك؟ والرحمة وإن كانت قريبا من المحسنين فالمسيء لا ييأس منها، والمغفرة وإن كانت للأوابين فالظالم لنفسه غير محجوب عنها. قل يا عبادي الذين